فيلمنا بيبدأ ببنت اسمها كادي وهي في شغلها. كادي طباخة شاطرة جدا وخصوصا في الحلويات. صاحبتها بتقول لها انجزي بسرعة عشان ما تتأخريش على عيلتك، العيلة متجمعة عشان. كادي بتسمع كلام صاحبتها وبتروح على بيت عيلتها وبتلاقيهم كلهم مستنينها. أبوها وأمها كانوا بيتفرجوا على الألبوم صور ليها وهي صغيرة وبيقولوا لها عيد ميلادك قرب، مش ناوية بقى تحتفلي بيه وانت معاك الراجل اللي تسند عليه وكده؟ كادي قالت لهم إنها لسه ما لقتش اللي يستاهل حبها. ولما بتدخل جوه بتشوف دكتور الأسنان بتاع العيلة بتاعتهم وبيكون اسمه أرثر وبتسلم عليه وبيتعرفوا على بعض. وبعد ما أكلوا أمها دخلت وراها المطبخ. وانتوا عارفين بقى جو الأمهات، قالت لها إيه رأيك في أرثر؟ ما حسيتيش بأي إحساس كده من ناحيته؟ كادي قالت لها هو أنا ما قلتلكيش؟ مش أنا ما بقتش أحسه خالص، أنا يا ست مش في دماغي الكلام ده دلوقتي، أنا مركزة في شغلي وبس. أمها قالت لها لحد إمتى يا بنتي هتفضلي كده؟ أنا نفسي أفرح بيكي وأطمن عليك. أبوها دخل وقال لها ما تضغطيش عليها وسيبي البنت براحتها عشان أنا أصلا مش مطمن لأرثر وحاسس كده يعني إنه مش مناسب ليها. أختها كمان بتدخل وبتقول لها ها ارتحتي له يا ستي ولا ايه؟ كادي اتضايقت من كلامهم وسابتهم ومشي. وبالليل بتخرج مع اخوها وبتقول له انها جربت قبل كده تحب وتتحب والكلام ده، بس الحياه ما كانتش احلى حاجه وعشان كده انا قررت اني اعيش لوحدي عادي يعني مش هموت. اخوها الله والله عندك حق، انا كمان عايز اعيش لوحدي. كادي قالت له لا يا حبيبي انت غيري، انت اصلا علاقاتك كتير وكل يوم مع واحده شات. قال لها بس ما لقيتش الحب في اي حد فيهم، لسه ما لقيتش اللي توقع قلبي وتسرقه. وبيوصلوا عند بار ولما دخلوا اخوها بيعرفها على صاحبه وده بقى كانت دماغه نفس دماغه وبيقول لها ان عيلته مصره تجوزه بس هو ملوش في سكه الجواز ومش حابب يرتبط دلوقتي وده عشان ما لقاش بنت الحلال اللي تستاهل. والاتنين اتفقوا على نفس الراي. وبتروح كادي عشان تحضر الكيكات والحلويات بتاعت عيد ميلادها، بس امها كانت حالفه ما تسيبها غير لما تجوزها او تخليها ترتبط، يعني حلال بقى ولا حرام مش هتفرق دلوقتي، يشوفها بس هي مع اي راجل وخلاص. ماما حلوه اصلا وقالت لها هتبعت لها قايمه باسماء الضيوف اللي هيحضروا الحفل. كادي اتضايقت وابوها كمل عليها واتصل هو كمان، لا وكمان اختها بتبعت لها رساله وبتسالها مين اللي هيحضر حفله عيد ميلادها وعرفتها انها تقترح على جوزها يعزم اصحابه الشباب يمكن تطلع لها بواحد والسناره تغمي. والبنيه من ديتها الطبق بيقع من ايديها. صاحبتها قالت لها ايه الكلام، انا بقول تروحي تهدي اعصابك شويه لحسن انت كده هتكسري المطبخ كله، ده تاني طبق يا بنت الحلال تكسريه، مالك فيه ايه؟ قالت لها كادي سيبيني في حالي احسن، انا هطق من اهلي مش عارفه انا مضايقاهم في ايه. وبعدها بتروح لاخوها وبتشتكي له من اللي حصل معاه وقالت له امك وابوك مصممين يخنقوني كل شويه يفتحوا نفس الموضوع. اخوها قال لها يا ست ريحي دماغك وقولي لهم انك ارتبطت وهو تخلصي من زنهم بالمره. كادي قالت له يا ابني اللعيبه والله فكره، انا شوف لاي واحد يروح معايا العيد ميلاد ونمثل اننا مرتبطين وبكده يطلعوني من دماغهم خالص. وفعلا تاني يوم بتروح تقابل صاحب اخوها اللي قابلته في البار وقالت له هو الصاحب ليه عند صاحبه ايه؟ قال لها انجزي عايزه ايه؟ كادي فهمته الحوار كله وقالت له ما تخافش عيد الميلاد يخلص من هنا ومش هنتكلم تاني من هنا. وكمان قالت له انها ممكن تدي له قرشين لو عايز يعني. المعلم قال لها قشطه جدا خالص اعتبريني موافق من امبارح. وبتقابل اخوها وبتعرفه ان صاحبه وافق يمثل انه حبيبها وبتعرفه انهم هيتقابلوا الكام يوم دول عشان يفهموا بعض اكتر يعني عشان انت طبعا عارف الحج والحاجه هيهرونا اسئله ومش هيسيبونا في حالنا. وفعلا بتروح تقابله وبتلاقيه شايل علبه في ايديه فبتقول له يا عم مالوش لزوم الهدايا والكلام ده، احنا هنمثل بس مش اكتر يعني مش هنحب بعض. قال لها هدايا انت فهمت غلط خالص، ده انا كنت حابب اخد رايك في الحلويات اللي عملتها منك شيف شاطره بس. وبتدوق الحلويات وبتقوله رأيها وكملوا القعدة مع بعض وكمان فرشوا وقعدوا في الغابة. وقالت له إنها هتستناه يوم عيد ميلادها، قال لها إنه عنده معاه ولما يخلصوا هيبقى يروح لها. واتفاجئت كادي إنه عنده معاه بالرغم إنه كان قايل لها إنه ملوش في السك. وبالليل بترجع بيتها وبتتجمع مع عيلتها وأبوها بيقول لها تحضر نفسها في عيد ميلادها عشان جاي لها عريس وشايف إنه مناسب جدا ليها. إدتهم البوم المفاجأة وعرفتهم إنها مرتبطة بواحد وهتعرفهم عليه. الكل اتفاجئ وفي نفس الوقت كانوا فرحانين جدا. وفعلا بيوصلوا بتعرفهم عليه والكل كان هيطير من الفرحه بيهم. والاسئله بدات تشتغل عليه وسالوهم هيتجوزوا امتى، بس كادي بتقدر تخلع نفسها من الاسئله. واليوم بيعدي على خير. تاني يوم امها بتقول لها ها ناويين تتلموا في بيت واحد امتى؟ نفسي افرح بيكي بقى وتجيبي لنا كاديهات صغيره. كادي كانت هتطق وقالت لها انها لسه مش متاكده من مشاعرها دلوقتي. وفي مره بيتفق معاها حوده انه هيروح لها وانها هتعزمه على حاجه حلوه ياكلوها ووقفت تحضر له الحلويات. وفجأة بيدخل عليها وهي بتتفاجئ وبتوقع طبق الحلويات اللي بقالها ساعة واقفة بتعمله وبتعتذر له على اللي حصل. قال لها يا عم عادي ولا يهم وطلب منها تعلمه طريقة من طرق الحلويات وبتوافق كادي. وبعد ما خلصوا شكرها حودة وكان عايز يحضنها لكن كادي ما اديتوش أي فرصة ومدت له إيديها.
المعلم خد الكسفة ومشي. يلا معلش. تاني يوم أخوها بيروح لها مكان شغلها بس ما بيلاقيهاش، وصاحبتها قالت له إنها عندها معاد. استغرب أخوها وقال لها اشمعنى أنا؟ كل ما أكلم واحدة وأخرج معاها ما بترضاش تخرج معايا تاني. قالت له أنت السبب، طريقتك وأسلوبك ما بتشدهم، أنت دايما بتحسسهم إنك واقع في دباديب. بس كان شكلها هي اللي واقع في دباديب مقفوش قوي. كادي بقى أمها بتكلمها وبتقول لها تعزم حوضة النهاردة على العشاء معاهم. حاولت تخلع منها بس مفيش منه. أمها صممت إنه يروح يتعشى معاهم، ولما قابلت حوضة قالت واعتذرت له عشان تصرفات أمها، لكن حوضة قال لها مفيش مشكلة، ما تكبريش الحوار يعني، هاجي معاكي ونتعشى مع أهلي. ولما بيروحوا لأهلها أمها كانت هتطير من الفرح، وقعدوا مع بعض زي ما أمها عايزة. ارتحت دلوقتي يا حاجة؟ الصراحة حوضة كان قايم بالدور حلو جدا، عمل اللي عليه وزيادة يعني. تاني يوم بتروح على شغلها وصاحبتها بتقول لها ها طمنيني عملت ايه؟ كادي قالت لها ان اليوم عدى على خير، بس حست لما ظرفها البوسة باحساس غريب ومش عايزة تحط الموضوع في دماغها، عشان في الاول وفي الاخر الموضوع كله مجرد لعب تمثيلية وعملوها يعني على اهلها، وهتخلص يوم عيد ميلادها. وبدأت تقرب من حودة، وبقى في ما بينهم مقابلات وحلويات. وبعدها بيقعد مع اخوها وبيقول له انه مشدود ليها وانها حد جميل جدا، وكمان زعلان انها يبعد عنها بعد ما التمثيلية تخلص. وفي مرة بتشوف حودة قاعد في مطعم مع واحدة تاني وبتتضايق وبتستغرب في نفس الوقت. الواد حودة طلع كلامه غير افعاله. المهم بيروح لها تاني يوم وسألته كان بيعمل ايه في المطعم مع البنت اللي كانت معاه. اتصدم حودة وقال لها انها صاحبته عادي مفيش حاجة ما بينهم يعني. ولما جه يوم عيد ميلادها كانوا بيحضروا لها الزينة ولزوم الشيء بقى وكده، وبيجروا عليها الحج والحج وبيهنوها بعيد ميلادها وبيدوها كمان الهدية بتاعتها، وبتروح تحطها في العربية. ولما رجعت شافت من الشباك أخوها وهو بيحضن صاحبتها، والسنارة غمزت مع أخوها وأخيرا حس بإعجاب صاحبتها ليه، فبتفرح كادي جدا. عقبالك بقى عشان نخلص. المهم لما بدأ العيد ميلاد أم كادي بتقول لكادي أنا حضرت لكم أغنية مخصوص ليك أنتي وحودة، وبتشغل لهم الأغنية. كادي بتقول لحودة أنا مش عارفة أخبي وشي منك فين، أنا عارفة إن أهلي زودوها حبتين. حودة قال لها يا ستي ولا يهمك، أنا أصلا مبسوط باللي بيحصل. وبالليل وقفت في نص الحفلة وشكرت أهلها على وقفتهم جنبها، وكمان قالت لهم على الحقيقة وإن حودة طلع مش حودة اللي في دماغهم، وإنه صاحب أخوها مش أكتر، وإنها اتفقت معاه عشان ما تزعلهمش مش أكتر برضه. وطبعا الكل اتفاجئ واتصدم من كلامها، لكن بتكمل كادي وبتقول إنه شخص محترم، وإنها حاسة من ناحيته بمشاعر ما حسيتهاش قبل كده، ده بينها وقعت ولا ايه. وبعدها بتروح تقعد مع اخوها، واخوها قال لها انها عملت الصح وبياخدها على جوه، وكان محضر لها مفاجاه هو وصاحبتها. وكادي فرحت جدا، وامها وابوها قالوا لها انهم عارفين ان الفتره اللي فاتت كانوا بيضغطوا عليها، بس هما كان كل هدفهم انها ما تكونش وحيد، وانهم نفسهم يفرحوا بيها وبعيالها، واعتذروا لها. والعيد ميلاد بيتختم بهديه من حودة الكادي، وكمان اعترف لها بحبه ليها. كادي قالت له انها كمان بتحبه، والاتنين اخيرا بيرتبطوا وما بقاش في حد في العيله سنجل. وعقبال كل السناجل اللي بيتفرجوا، شايفك يا سنجل يا اللي بتضرب لايك، ما تنسانيش في اللايك بقى وتقول لنا رايك في كومنت، واشوفكوا الفيلم الجاي.